وقالت وزارة الصحة في غزة أن إسرائيل ارتكبت 12 مجزرة أسفرت عن سقوط 135 ضحية خلال 24 ساعة الماضية، لترتفع بذلك حصيلة القتلى إلى نحو 24,000 منذ 7 من أكتوبر بحسب إحصائيات الوزارة. وقالت الوزارة أن الجيش الإسرائيلي ماض في ارتكاب المزيد من المجازر والتدمير ومسح الأحياء السكنية. البيت هذا كان بقوين وبأولادي، وكنت بجهز لابني بدي أجوزه، وفرشت البيت كله، وإحنا ناس سالمين يعني مسالمين، فش ضربونا وبدون سابق إنذار. طالع زيارة أنا ومرتي على وديت على أهلها، وأنا رحت على أختي زيارة، فجيت سمعت الضربة وجيت تفاجأ بيتي رايح. القصف، والقصف يا خالة مش طبيعي، يعني قصف فوق ما تتصور، يعني أصعب منه ما فيه. صرنا نصوت إيش نقول، لا إله إلا الله، والله يا بني طحنا. أنا ظليت قاعدة كده مش قادر لا أقوم ولا أقعد. طوانا طار وكله طار يا بني، قاموا شالوني شيل يا بني وحطونا على الكهرباء. هذا وقصف طيران الجيش الإسرائيلي منزلا شرقي رفح قرب الحدود مع مصر، مما أسفر عن سقوط 13 قتيلا من عائلة واحدة من بينهم طفلان. أصبروا جرب. لا بيضة، هاي جيدة، هاي جيدة، بيضة في واحدة صفرة. نشرت كتائب القسام الجناح العسكري لحماس مقطع فيديو جديد يظهر إطلاق رشقة صاروخية جديدة من شمال قطاع غزة باتجاه إسرائيل. في المقابل نشر الجيش الإسرائيلي مقاطع فيديو مصورة لاستمرار عملياته العسكرية في قطاع غزة. خفيرة مدروم، وفي الضفة الغربية اندلعت اشتباكات مسلحة في مخيم الفارع جنوب مدينة طوباس بين مقاتلين فلسطينيين وقوات الجيش الإسرائيلي، التي نفذت فجر اليوم اقتحامات لمناطق وبلدات شمالية الضفة. وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إن مواطنا أصيب بالرصاص الحي خلال اقتحام قوات الاحتلال للمخيم. فاتت هون هاس